السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدي ومشاهدات قناة النيل التعليمية وحلقة جديدة من حلقات برنامج مين يعدل الصورة. حلقتنا النهاردة إن شاء الله بتتكلم عن البحث العلمي، بتتكلم عن الشباب والبحث العلمي. دعونا في البداية نرحب بالأستاذة عبير العراقي مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا. أهلا بحضرتك يا أستاذة عبير، أهلا بحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت بصحة وسلامة. كمان معانا سماء أشرف باحثة علمية من الشباب، اهلا بيك يا استاذ. أهلا بحضرتك، نورنا النهارده. يا نورك. استاذ عبير، في البدايه عايزين نتكلم عن يعني كيفيه اكتشاف المواهب والشباب اللي ممكن يعني ينطلق بعد كده في مجال البحث العلمي. هبتدي الأول بوجودي أنا كمعلمة في المركز استكشاف العلوم، وازاي من خلال المركز استكشاف العلوم انا اكتشفت مواهبي انا وابداعي كمعلمه، ومن خلاله اكتشفت كمان ابداع ومواهب الطلاب في المركز الاستكشافي. يعني معنى كده حضرتك ان الانسان لازم يشوف مواهبه هو الاول علشان ايوه، بعد كده يقدر يمسك يكتشف. نقطه ابداعه وينميها وبعد كده يطبق مع غيره او مع الطلاب بتوعه. المركز استكشاف العلوم مكان فعلا ابداعي بكل المقاييس. لما دخلت ودرسته عرفت ان هو فعلا بيفجر حاجه اسمها الانشطه اللي احنا كنا بنفتقدها في المدرسه. الجزء العملي داخل المعامل بيفجره وبينمي وبيدرب المعلمين، كمان بيقدم الدورات التدريبية اللي هي متاحة داخل المدرسة لكن بشكل إبداعي مبدع، لازم أقدمها بشكل مختلف. طبعا المركز استكشاف العلوم مفيش فيه درجات للطلاب، ومع ذلك حضورهم دائم، ما بيغيبوش، حضور في مواعيدهم، ما بيملوش من القعدة داخل المركز، يعني حاجة كده بتعالج مشاكل المدرسة بشكل عام. تمام. قدمنا حاجات كتير في مراكز استكشافية العلوم، تعلم القائمة عن المشروعات وخدنا فيه مركز أولى. اصنع لعبتك في نفسك، وازاي ان ألعابك مكسرة مش هترميها ولكن هتعمل بيها إعادة تدوير مرة تانية، وتعمل لعبتك الخاصة اللي انت عملتها بإيديك أكثر متانة وفيها فكرة جديدة، ازاي تطور حاجة موجودة. كمان دورات لغة إنجليزية، علت اللغة احنا الإنجليزية عندنا. هنتكلم عن النشاطات ديت ان شاء الله كلها باذن الله تمام. يعني بالتفصيل، جزء لكن احنا البحث العلمي بقى هو جزء رائع جدا بالنسبه للمعلم، لان هو بيديله حتى طرق لحل المشكلات. يعني لما بيدرس طرق او خطوات البحث العلمي من تحديد مشكله لخلفيه لفرديه للحل لتجريب الفرديه دي عشان اوصل للحل اللي هو المثالي بالنسبه لي، لانه باي مشكله طبق عليها الخطوات دي فيوصل نسبه نجاح 99.5%. لما طبقناها مع اولادنا بقى فجرت عندهم طاقات عاليه جدا، يعني لقينا الاولاد بتطلع وبتنافس على مستوى العالم. يعني خرج من المركز عندنا اللي جاب مراكز اولى جمهوريه في ايس مصر، وثاني سنه خدنا مراكز في مكتبه اسكندريه برضه مراكز اولى، وقارنا بامكانيات مكتبه اسكندريه تمام، وخدنا منها 10 مراكز. ما شاء كمان الله. اتصعد من عندنا دولي للولايات المتحده الامريكيه في ستيس ببحث علمي طالب في ثالثه اعدادي، والسنه دي خدنا مركز ثالث على العالم. ما شاء الله. طيب يعني احنا بنقول برضك في البداية يعني ازاي بنتوصل ان الطالب دوت موهوب في البحث العلمي؟ هل يعني دوت المدرسة هي اللي بتكتشف دوت وبعد كده بيبقى في لينك ما بين المدرسة وما بين حضراتكم، ولا يعني انتوا اللي بتروحوا المدارس ويعني بتعملوا الأنشطة ديت هناك وبتحاولوا بقدر الإمكان الاكتشاف يعني؟ احنا بنتمنى التواصل مع المدرسه، بالتالي لو احنا تواصلنا مع المدرسه الموضوع هيبقى تفاعليا اكتر من كده، لكن لا، هو المركز بيفتح ابواب للولاد في فتره الدراسه. ان احنا بنعمل لهم زيارات للمركز في نادي علمي مصنع على ايدين الطلاب زيهم زمايلهم، بنعمل مسابقات للولاد، بنعمل في بعض الاحيان ندوات. لكن في فتره الصيف الباب مفتوح بيستقبل كل الطلاب، ما بنحددش مين الطالب اللي داخل. لكن لما بيدخل عندنا المركز بيبقى فيه انشطه متعدده، هو بيبتدي من النقطه اللي هو عايزها. من خلال تفاعله مع زمايله داخل المركز ومن خلال تفاعله مع الانشطه بنقدر نحدد نقطه ابداعه. في بعض الاحيان بنعمل لقاء حر مع الطلاب وبنعمل عصف ذهني ونتكلم في مجالات كتير علميه، بنوصف لهم بعض المجالات العلميه البسيطه اللي هي اقتصاديا سعرها قليل ان هو يتابع حاجه علميه، وبعدين بنوجههم بقى لحوارات عامة، منها بندخل في مشكلة خاصة بوطنه ان هو عايز يحلها. هي المشكلة دي مقرقاه لانها مرتبطة بميوله، ونبتدي نعلمه ازاي يتفاعل مع المشكلة ويحلها. دي بخطوات البحث العلمي. تمام. سما، انت ازاي وصلتي للمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا؟ وطبعا احنا عارفين ان المركز ده في الدقهليه، وانت من محافظه الدقهليه من المنصوره. ازاي قدرتي توصلي للمركز ده؟ هل بتشجيع بابا وماما، ولا المدرسين في المدرسه هم اللي اكتشفوا عندك موهبه البحث العلمي وعشان كده وجهوكي للمركز؟ لا، هو انا في الحقيقه كانت حاجه مختلفه شويه. من حوالي سنه تقريبا كنت قاعده في الاجازه عادي على الفيسبوك، تمام. فكان في مبادره بتطلقها مسامير ثوره علم،
تبع اصدقاء مدينة زويل، فتعرفت عليها اونلاين. ما فاللي هو من حسن الحظ ان هي بدأ اهلية وانا بدأ اهلية، شاء الله. فاللي هو طلبت ان احنا نتقابل، ورحت المركز الاستكشافي فعلا اتدربت فيه مهارات بحث علمي، اخلاقيات البحث العلمي، خدت فعلا قواعد البحث العلمي صح. بدأت بقى بعد كده خلاص انا عارفة ميولي في الجزء ده، او انا بحب الجزء ده هبدأ فيه. قررت ان انا يعني انا بميل جدا للمجال الطبي، فقررت ان انا اعمل اول بحث طبي ليا، او الا وهو سرطان الكبد. طيب ان شاء الله احنا نتكلم كمان معاكي في اللي انت قمت بيه باذن الله، ان شاء الله ونعرف عملتي ايه بالظبط ان شاء الله. لكن باذن الله. يعني اكتشاف الموهبه دوت انت برضك اللي اكتشفتيه في نفسك، اه يعني ما حدش وجهك، وطبعا استخدمتي الفيسبوك والصور الالكترونيه استخدام جيد، مش قاعد على الفيسبوك كده مجرد ان انا يعني بضيع وقت وخلاص، لا ده استفاده كويسه بحيث ان انا تواصلت وقدرت اوصل للي انا عايزاه. الحمد لله. برنامجنا اسمه مين يعدل الصوره؟ الصورة احنا بنتكلم عن بعض الصور المقلوبة اللي موجودة في المجتمع المصري. من الصور المقلوبة اللي موجودة في المجتمع المصري الشباب. الشباب طبعا ديت يعني كلمة يعني من كل النواحي لابد من استغلالها. ازاي ممكن نستغل مواهب الشباب في مجالات البحث العلمي؟ وازاي الشباب يقدروا يوصلوا لحاجة زي كده؟ لأن كتير جدا من الشباب بيبقى عندهم الموهبة وبيبقى عندهم يعني القدرة على إنهم يطلعوا ينافسوا يعني أعظم المتقدمين في العالم، لكن للأسف يعني في عوامل كتيرة جدا بتهدم الموضوع ده عندهم. إحنا ممكن نقول للشباب إيه علشان لو عنده موهبة البحث العلمي ممكن نصغرها وممكن نوصله للي هو عايزه؟ عايزه اقول لحضرتك المبادره اللي سامع بتتكلم عنها وانها عرفت عن طريقها المركز، كانت مبادره خدمه مجتمعيه من مركز استكشاف العلوم، انها تقدر تدي بحث علمي للطلاب الجامعه كمان يعني. وبداناها اونلاين يعني على الفيسبوك، احنا دخلنا على الفيسبوك برضو كمركز استكشاف لان ده مجال الولاد اللي هم حابينه ومتواجدين عليه فتره طويله، فكنا حابين ان احنا نوفر لهم جروبات علميه انهم يشتركوا فيها يعني، ما يبقاش قاعد على الفيسبوك تايه او قاعد لاخبار ممكن تكون مش صحيحه. ففعلا وجودنا على الفيسبوك حتى في فترة الامتحانات، الولاد بتبعد عندنا فترة الامتحانات شوية، لا هو عايز يريح من فترة الدراسة وعايز يتصل بينا، فعندنا جروب خاص بالمركز بيتواصل بيه بيتفاعل معاه يعني، فاحنا عشنا معاهم في المركز وبره المركز كمان يعني كونكت تمام. معاهم. فاحنا لقيت حاجات كتيرة جدا في الشباب، الشباب رائع جدا يعني، شباب مصر رائع، بس هو عايز التوجيه صح. لما دخلنا ندرب مهارات بحث علمي اونلاين، طبيعي لو الشاب ما عندوش ميول علميه مش هتفاعل، بالعكس احنا كنا أكيد بنحط البوست كنا بنلاقي عليه 1500 كومنت. انا ما بقولش هنا نكته او بقول حاجه مش علميه، لا ده انا بحط بوست علمي وبجد كومنتات من الشباب وتفاعل لدرجه ان بوصل 1500 كومنت، يعني حاجه تفاعليه وحاجه فيها اهتمام يعني. تمام اكتشفت حاجات كتيره جدا طبعا يعني، معانا اللي هو مخلص صيدله مش مجرد طالب جامعه وما بيحبش الصيدله لانها مش تبع ميوله، وشغال معانا في بحث فيزياء نوويه، لقي نفسه في فيزياء نوويه وهو كاره الصيدله حاجه مش حاببها، لكن تخرج منها اللي هو كيلو معانا. وجدنا مثلا علياء اللي دخلت وعايزه تعمل طريقه علاجيه بنفس طريقه الهرم، ليه الحاجه بتبقى محفوظه في الهرم الموجات المغناطيسيه اللي جواها وشغاله عليها يعني. بصراحه الشباب عندهم طاقات رهيبه اذا كان قبل الجامعي او بعد الجامعي في البحث العلمي. تمام. طيب يعني نرجع لك يا سما ونقول لك انت دلوقتي يعني قدرتي تتوصلي للمركز الاستكشافي عن طريق الاستاذ عبير، ورحتي اول مره رحتي حسيتي بايه يعني اول ما دخلتي المركز الاستكشافي ده؟ كنت حاسه ان انا عامله زي اللون الاحمر وسط علبه الوان بيضاء. الله. كنت حاسه ان انا مختلفه لسه، يمكن انا ما كنتش لسه دارسه منهجيه بحث علمي زي اللي موجودين. كنت حاسه ان انا اللي هو عايزه اعمل حاجه فعلا، ان انا كل اللي موجودين كانوا بادئين قبلي سابقيني بكتير، اللي هو حب ان انا يعني اوصل زي ما هم وصلوا، او ان انا اعمل حاجه فعلا بجد، او ان انا مثلا رايحه لهدف كبير انا عايزه احققه او حلم مثلا انا عايزه اعمله. فاللي هو فعلا لما رحت اتدربت فعلا مهارات بحث علمي ودرست مع سابير اساسيات البحث العلمي كويس، بعد كده بقى عملت البحث بتاعي والحمد لله النتائج كويسه يعني. يعني لما روحتي ما اتخضتيش، ما حسيتيش ان انت يعني غريبه في وسط ما انا قلت المجتمع مختلفه دوت؟ شويه يعني، كاني لون الوان احمر وسط الوان طب يعني بيضاء. هل كنت متعجله يعني مستعجله، ولا طبعا الاستاذ عبير والاساتذه اللي موجودين في المركز قدروا ان هم يمتصوا الحماس اللي عندك دوت ويواجهوه توجيه سليم؟ بالفعل انا يعني انا كنت اللي هو حب العلم بسرعه، ان انا عايزه اوصل للحاجه بسرعه، فبالتالي بس فعلا يعني وظفناها صح، ان انا لا لازم على قواعد مظبوطه، لازم 1 2 3 لازم احط ستيبس قدامي همشي عليها بتدريجي صحيح عشان اقدر اوصل للي انا عايزاه يعني. مثلا يعني اخد الطريق من بدايته صح يعني، عشان اوصل للنتيجه المظبوطه لازم امشيها صح. تمام. طيب اكيد في عقبات بتواجه الشباب وخصوصا شباب المدارس، يعني
واحنا قناة تعليمية يعني بنركز على او بنسلط الضوء على النقطة دي بالتحديد. شباب كتير جدا في المدارس يمكن اكتشاف الموهبة عندهم او يعني ما فيش مجال لان هم يقدموا الابحاث العلميه اللي بيقوموا بيها، اما تكون طريقه روتينيه، اما يكون مسابقات لمجرد اقامه مسابقات وخلاص. يعني ازاي ممكن ان احنا نوصل للشباب دول؟ لان كتير جدا من الشباب بيتساءل ازاي ممكن نحل الموضوع دوت ونعدل الصوره ونحقق املنا في البحث العلمي. احنا في المركز عموما طبعا احنا بنعد مجموعه من المسابقات بحيث ان احنا نعمل تحفيز للطلبه لان سنهم صغير، لكن ما بنحطش هدفنا المسابقه. يعني الاولاد بنربي فيهم حته الانتماء، انت بتعمل بحث لانك حابب بلدك وحابب تشارك علميا انك تطور من بلدك، فهو دخل المسابقه خسر كسب مش فارقه معاه، هو داخل عشان يحصل نوع من تبادل الثقافات فقط. يعني طبعا لما اولادنا احنا بنعد مثلا فوق ال 100 باحث علمي لكل مسابقه، فلما بيدخلوا مش كل بيكسب او مش كل ان هو بيتصعد، لكن بيبقى ايه، يعني اقول لحضرتك مثلا لما بننافس على المحلي كل واحد مهتم ببحثه جدا بيحاول يخليه في الرونق الكامل، يعني المية دول اتصفى منهم 10 رايحين 7 على مستوى الجمهوريه، الكل بيسيب بحثه بيعاون ال10، يعني بيقعد يتابع ال10 وانتم محتاجين ايه، فريق عمل نظام يعني. اسره. لما بنطلع الجمهوريه اصبحت بنت واحده مصعده الدولي، فالكل ساب اللي في ايديه وبيعاون زميلته كل اللي كانت بتوصل لها، انت محتاجه ايه كلنا معاكي. فهو حته انتماء، يعني هو مش داخل لمسابقه بس، دي حاجة احنا بنأكدها فيهم من البداية عشان ما يحبطش أولا لو خسر في المسابقة، عشان ما يبقاش ارتباطه بالمسابقة بعد المسابقة بتنتهي علاقته، بالعكس احنا لما بتصعد دولي كمان بنقول له انت في بداية الطريق، حتة الغرور دي انساها لأن الغرور هيرجعك تاني. فاحنا بنشتغل عليهم من يعني حتى احنا مش بنقدم مهارات بحث علمي، لأن احنا تميزنا في المركز الاكتشافي على فكرة، ان في ناس كتير على مستوى الجمهورية معلمين بيشتغلوا مهارات بحث علمي بيقولوا ان الأهلية تميزت بينا، لأن احنا بندي مهارات بحث علمي مع إعداد قادة مع ثقة بالنفس. في بعض الاحيان لما انا اكلم الطالب بتاعي واقول له روح الجامعه للدكتور اللي اتكلم معاه واتكلم في بحثك، وما تروحش لما تكون متمكن عشان الدكتور يتقبلك لانه ما عندوش وقت، أكيد طبعا. فولي الامر هيروح لوحده، طب روحي معاه. لا، احنا عايزينه ما يبقاش اعتمادي زي ما هو موجود على الاهل، انا عايزه يكون واثق من نفسه يقدر يعرض افكاره، بنعلمه كمان مهارات عرض. انا فاكره اول مره سماء بتعرض فيها ازاي هقف وازاي زمايلي هتسمعني وازاي، لا اقفي خلي عندك ثقه في النفس وتكلمي اول مره وهنتقبلك، المره الثانيه تكوني اقوى. فبنديهم حاجات كتير، يعني في تعليقات من اولياء الامور ان الاولاد ما كانش عندهم نوع من التفاهم في المناقشه، اصبح عندهم صبر وحلول ووصول المنطقيه في الكلام. يعني أكيد بيتغير سلوكياتهم من خلال يعني المجالات دي. طيب طبعا مراكز الاستكشاف موجودة في الجمهورية كتيرة مش بس في الدقهلية يعني، أيوة. هل بيبقى في تواصل ما بين حضراتكم في الدقهلية وما بين مراكز الاستكشاف الأخرى؟ جدا، يعني مش عايز اقول لحضرتك هي اهملت لفتره ما، احنا كنا شغالين الاول او من حوالي سنتين كده بمعزل خالص، يعني ما كانش لنا اي ارتباط، لكن الفتره الاخيره المركز الرئيسي معانا في حدائق القبه الدكتور تامر النادي، الاستاذه هويده كامل، الاستاذه وفاء الخميسي، حاجه رائعه، في تواصل، في تدريبات. احنا في فتره الامتحانات الاخيره دي ما سابوناش كده قاعدين، لا توجهوا لمراكز تدريب المعلم بتاع اعداد المعلم، خدنا دورات في رياء العمل، خدنا لغه انجليزيه، تطوير مستمر، فاحنا حاسين بحياه تانية بجد، حاسين بحياه تانية وحاسين في لينك بيربطنا. يعني انا حتى مدير مركز استكشافي ومشرف على مراكز دقهليه، فبيننا اجتماعات وبيننا معارض وفي حاجات بتربطنا، بنقل الخبره اللي عندي لزميلي وهو بيديني الخبره اللي عنده، فاحنا في حاله نشاط مستمر الفتره الاخيره بصراحه. طيب يعني هل ما حضراتكم ما فكرتوش مثلا ان علشان المراكز دي توصل لكتير من الشباب، لان كتير جدا من الشباب ما يعرفهاش، يعني مثلا مجال الدعايه والاعلان في عن طريق شاشه التلفزيون او عن طريق الصحف اليوميه المجلات، ليه مثلا ما يتخصصش مبلغ من الميزانيه بتاعت حضراتكم لتعريف الشباب عن طريق وسائل الاعلام بالمراكز الاستكشاف؟ هي الفكره جميله، بس احنا كمركز استكشافي في الدقهليه احنا لسه ما عندناش ميزانيه، يمكن من يوم ما بدانا بقى 5 سنين ما خدناش ميزانيه، وده اللي بقول للمعلم انت ممكن تعمل حاجات كتير من غير ميزانيه. يعني حتى مش متعجله في الامر ان انا اطلب مركز رئيسي ميزانيه، لان بقى 4 سنين شغاله من غير ميزانيه. الطالب بتاعي طلع للولايات المتحده الامريكيه بلوحه كانسون ما تكلفتش يمكن 4 جنيه من المكتبه، والباقي كله معلومات، يعني انا بنمي في الطالب قراءات في ذهنه. فانا مش يمكن طبعا لو في ميزانيه هتبقى بالنسبه لي افضل، لان لما أكيد بدخل طبعا. الجامعه، الجامعه بتعمل لي بطلب منه كده رعايه مجانيه، انا ما فيش عندي ميزانيه. لما بطلع المركز القومي للبحوث اقول له ان الرعايه مجانيه، حضرتك هتوفر المواد لاني ما عنديش ميزانيه. طب ما يمكن دوت اللي فلو بيخلي في كتير كمان من الطلبه اللي بيشتركوا يعني بيعرضوا عن حاجه زي كده. يمكن حضرتك بتقولي بنحببهم في المجال دوت، او مثلا بنخليهم هدفه الاساسي ان هو ينجح بالبحث بتاعه، مش لازم. لكن في نفس الوقت يعني اي مسابقه بيدخل فيها
اي طالب او اي باحث يعني بيحتاج ده حاجة حقيقي، تشجيعية ده طبعا، حقيقي فعلا. يعني يمكن حاجة عينية كده يعني. سما مرشحة في شهر 8 كأصغر باحثة علمية على مستوى العالم ما شاء في الله. لندن. فعلا في مشكلة عندها ان الجزء اللي هو التقدير يعني. مصاريف السفر مش موجودة، فاحتمال ما تطلعش. يعني هي فعلا في بعض الأحيان بتقف في ده، بس بنبعد بقى عن الجزء اللي فيه صرف، بنبعد بناخد الجزء المجاني. طيب يعني حاجة زي كده انها تكون أصغر باحثة في لندن، ده طبعا حاجة شرف لمصر كلها، وشرف طبعا بعد ان مصر شرف لأهلها والكل بيعرفوها. بصعب. يعني ليه ما تتذلش العقبات ديت؟ ليه ما يبقاش مثلا في مخاطبة لوزارة التربية والتعليم أو وزارة البحث العلمي؟ ما البحث العلمي ليه وزارة. يعني ليه ما يكونش في مخاطبة لحاجة زي كده لتذليل العقبات؟ احنا بنتكلم على مين يعدل الصورة؟ احنا عايزين الشباب بتاعنا وهو قادر على ذلك ان هو يقدر يوصل للمستوى العالمي بره، يعني بمجرد اكتشاف موهبة عند طالب او عند باحث كده صغير يعني بتتذلله كل العقبات. بالعكس ده هما كمان يمكن بيعملوا له راتب، بيوفروا له كل اللي هو عايزه من قبل ما يطلبه. ليه احنا ما نبقاش كده؟ ليه شبابنا يعني يلاقي كل العقبات ديت قدامه؟ سما، برغم كل العقبات اللي احنا بنتكلم عنها ديت، انت حابه البحث العلمي؟ أكيد طبعا، البحث العلمي حياة. يعني بحثك العلمي دوت انت شايفه ان في حياه زي ما بتقولي، وما تفرقش معاكي ان انت ممكن تتقدري ماديا او عينيا او حاجه بالظبط. زي كده. هو يعني الفكرة ان انا مثلا بقدم رسالة او بقدم حاجة للعالم كله، مش بس مصر ومش بس الوطن العربي، ده الكل. فبالتالي يعني انا شايفة ان المقابل اللي انا منتظراه هيبقى اكبر بكتير من الجزء المادي. ان انا مثلا لما اخلص علاجي او اعمل العلاج اللي انا منتظراه، اكيد نتيجته يعني كفاية، بس يعني ان انا بساعد في علاج مريض، يعني دي طيب بالنسبة لي علشان ده كفاية انت جدا. اتكلمت عن العلاج وان شاء الله يعني ربنا يشفي كل مريض، البحث بتاعك بيقوم على العلاج، وانا عرفت انك عملتي بحث علمي لعلاج فيروس سي سرطان او الكبد، سرطان سرطان الكبد. الكبد من خلال النباتات. تمام. هو العلاج عقار ذكي، بمعنى ايه؟ ان هو موجه للخلايا السرطانية بس، بحيث ان هو بيدمر الخلايا السرطانية بس، مش بيأثر على الخلايا السليمة، ملوش اي اثار جانبية. العلاج فعلا مكون من 3 حاجات. اول حاجة الماتيريالز، اللي هي المواد اللي هي مستخدمة في العلاج نفسها. هي في مادتين كيميكال وفي مادة تانية هيربل، بس المادة الهيربل بتشيل كل السايد افكت، بتشيل كل الاثار الجانبية للمادتين الكيميكال. تاني حاجة في العلاج الجرينز، او الحاجة اللي هي المحملة عليها، اللي هي بتخليها ما تتفاعلش مع البلازما، ما تتفاعلش مع الدم، ما تتأثرش بأي حاجة حواليها، فبالتالي بتخلي مفيش سايد افكت ليها. تالت حاجة عليها الترانسفيرين، ده حاجة يعني على كل خلية سرطانية في الكبد في حاجة اسمها ترانسفيرين ريسبتور، مستقبل الترانسفيرين ده زي نظام الريسيفر كده او نظام الدش، حاجة انا بديها المستقبل بتاعها بتمسك في بعضها، فهي موجودة على الخلية السرطانية بس، فبالتالي مش هتمسك الا في الخلية السرطانية، مش هتتأثر خالص في الخلية السليمة، لان الخلية السليمة مش هتتعرف عليها. فبالتالي انا كده لا شيء، يعني تلاشيت كل الآثار الجانبية، وجهت العلاج. يعني لان احنا عندنا مشكله ان مثلا ما بنستخدمش التارجت ثيرابي كتير، بحيث فالعلاج بيفقد جزء كبير من الميكانيزم بتاعته او من فعاليته اكتر، لان عبال ما بيوصل للجزء ده بيكون خلاص فقد يعني الفعاليه بتاعته بشكل كبير. فبالتالي هو كده موجه، بنشيل الاثار الجانبيه بتاعته، نسبه نجاحه ان شاء الله عاليه جدا الحمد لله. بدات فعلا في التجريب، بدات في الاول في المركز القومي للبحوث في القاهره مع دكتور محمد سرط ودكتور احمد فرحات. عملت فعلا، فصلت المادة من النباتات، جربتها فعلا على سيل لاين، والحمد لله اثبتت نتيجة كويسة جدا. دي كانت اول ستيب عملناها. تاني ستيب هنا كانت في جامعة المنصورة، بعد موافقة دكتور حسن عثمان ودعمه ليا ان انا اكمل تجربتي في الجامعة، ووافق على الدعم، والحمد لله شغالة حاليا مع دكتور فريد بدرية في كلية صيدلة على الجزء الباقي من التجريب، وان شاء الله النتائج متوقعة ما قريب شاء الله، ده باذن سعيد الله. جدا بيكي والله يا عمل سما، عسل. واكيد طبعا الدكاتره اللي وصلت لهم البحث دوت وجربتيه معاهم وكده كانوا سعداء بيكي يمكن اكتر مني. أكيد. طب هل حد فيهم يعني ما يقومش كده برعايتك، يعني يرعاكي من كل النواحي بحيث ان نطلع مخترع للعلاج زي دوت وتكون مصريه ويكون اول سبق علمي يا يعني رب في علاج مرض زي دوت، ربنا يشفي كل مريض؟ يا رب. ما لقيتيش حد مثلا بيقول لك انا ممكن ارعاك لغايه ما تخلصي البحث بتاعك او العلاج بتاعك؟ هو حاليا جامعة المنصورة هي كانت قدمت لي الدعم ان هي هتساعدني في التجريب، وان هي هتكمل معايا الجزء الباقي، علشان لان انا بقالي سنة، ويعني يمكن المفروض بدأ فترة التجريب بقالي 5 شهور او 6 شهور، فبالتالي كانت مدة كبيرة فما عملتش مثلا فيها حاجة. فالفترة دي الحمد لله بدأت في جزء التجريب. اما بقى بالنسبة لجزء تمثيل مصر في لندن، فده اللي لسه الدعم فيه واقف، يعني لسه، يعني هو ديدلاين هيتقفل بعد اسبوع، فبالتالي
الفرصة صعبة شوية. نحتاج مبلغ كبير يا سما. 22,000 جنيه. والله ما كبير يعني. طيب ان شاء الله ربنا ييسر كل امر عسير بإذن باذن الله. الله. استاذ عبير، الروتين يعني يمكن الروتين متهم في مصر وفي كتير من الدول العربية بان هو بيقف قدام اي مشروع ناجح، وخصوصا مشاريع البحث العلمي. يعني في كتير جدا من الطلبة بتقدم ابحاث وبتاخد رقم، الرقم ده مثلا ممكن يكون 70 مليون 530 الف ما اعرفش كام، ده ممكن على بال ما يبقى جد ان شاء الله يبقى يفكروا ان هم يطلعوا دوت من الدار. يعني دي مشكلة واقعية، ازاي ممكن نقضي عليها؟ المشكلة دي لها أساس أساسا في التسجيل. يعني شايف التسجيل بياخد الجزء اللي الباحث عايز يسجله ويحطه عنده لمدة سنة أو اتنين، لو محدش قال شبيه ليه يبقى هو كده عامل براءة اختراع. رغم الجزء اللي هو بيسجله ده أنا مش شايفاه براءة اختراع، ده هو وصف لحاجة ممكن تكون حاجة خيالية. يعني زي اللي بيتكلم مثلا مش عارفه احط ايه قريب من الشمس، وانا لا، يعني انا نفسي في التسجيل اللي براءات الاختراع يكون في مستشارين تقعد على الجزء ده. هل هيا ترى هو يقبل التسجيل ولا لا؟ هل يا ترى هو بحث مكتمل ولا هو مجرد فكره؟ وانا يعني كمان معنى مش كده، هسجل فكره لم تجرب، انا ممكن اسرح بخيالي. معنى كده ان اللي قاعدين على يعني في التسجيل موضوع دول البراءات في ممكن مصر يكونوا في مش مشكله بجد. يعني سما كذا مره تقول لي من بدايه ما بدات، يمكن هي بدات البحث بتاعها في العلاج بالخلايا الجذعيه، فقلت لها ما تسجليش، انا عايز اسجل الفجر يا ناس. قلت لها لا ما تسجليش، انت لسه ما بداتيش في التجريب. فعلا لما بدات في التجريب لقت نفسها بتشتغل في مجال تاني خالص بالنبات. يمكن هي ما بدات الاول ستيب وبدات تجرب، استخلصت الجزء ده من النبات اللي هي الماده الفعاله وجربتها على فطريات الكانسر وجابت انتي كانسر فعلا. اذا هنا اصبح في فكره جديده براءه اختراع لها مدى. هنا يا سما سجلي. ففعلا عايزين حد كده في التسجيل عشان ما يبقاش في العدد المهول ده في عمليه التسجيل، تمام. حاجه تكون واقعيه فعلا قابله للتجريب تستحق التسجيل. يعني ما طب ولو كانت حاجة تستحق التسجيل وبرضك بتلاقي العقبات في التسجيل يعني؟ والله هو احنا بالنسبه لنا شفنا حاجات كتير جدا. يعني في تسجيل تبع اكاديميه البحث العلمي، جامعه المنصوره فاتحه مكتب لبراءات الاختراع، في كمان في القريه الذكيه، يعني في حاجات متاحه، يعني في حاجات كتير متاحه بس عبير للتسجيل. اسمحي لي، يعني برغم ان كل دوت متاح وحضرتك بتتكلمي عنه، الا ان ما يعني فين طيب ان انا اسمع ان في مخترع مصري توصل لحاجه؟ ما انا بسمع بس في الجرايد وبعد كده بلاقيه خلاص اختفى، الموضوع انتهى. انا ما سمعتش عن مخترع او باحث وتوصل لحاجه معينه وبعد كده تمت اتنتج رعايته لحد ما اتنتج فعلا المنتج بتاعه بقى ميد ان ايجيبت، صنع في مصر. يعني ما فيش حاجه زي كده، لا لا في اي مجال. ليه؟ هل يا ترى ده للروتين اللي احنا بنتكلم عنه، ولا في محاربه يعني الباحث للافكار ديت، ولا ممكن يكون بره بمجرد ما بيسمعوا على كده يعني على طول بيخطفوه وبيرعوه فبينسب اليهم الامر بعد كده، ولا انا وصلت لمكانه معينه فاي حد هيوصل ويزاحمني في المكانه ديت لازم احاربه؟ انت تتحل المشكله. هقول لحضرتك يمكن في 3 نقاط مش نقطة واحدة. أولا في مخترعين بيظهروا في التلفزيون البحث بتاعه غير مكتمل. يعني احنا حصلنا البحث العلمي وعشنا فيه، يمكن عشان تميزنا ان احنا شربناه. فانا اتفاعلت مع باحثين كتير مش على مستوى الدهلية، يعني حتى في التفاعل كخدمة مجتمعية على مستوى الجمهورية البحث مش مكتمل. يعني هو الولد كويس والباحث ده رائع وشغله كويس بس مش مكتمل. لو بحث مكتمل رجال الأعمال مش هيسيبوه، لسبب هو عايز بحث مكتمل يشتغل عليه يطلع ربح، فهو مش عايز حاجة فيها ثغرات. يعني انا والله شفت بنفسي يا استاذ عبير، برضك احنا بنتكلم انا عشان عايزة واقع، في احنا نقطة تانية. لا يعني هتدخل ده حضرتك النقطة بس انا الأولى. عشان ما نسيبش اتفضل النقطه دي. حضرتك انا اتفضل. شفت بنفسي شباب، الشباب دول كانوا عاملين السبوره الذكيه، السبوره دي بيوصل ثمنها من 15 ل 20 الف جنيه، هم عاملينها بتكلفه بسيطه جدا بتتباع ب 3000 جنيه ويكونوا فيها نسبه ربح كبيره. الشباب دوت برغم كده احنا ما سمعناش عن الشباب ده، انا شفتهم بعيني وشفت المخترع بتاعهم دوت، ومع ذلك ما فيش رجال اعمال لا تهفتوا عليهم ولا راحوا خدوا البحث بتاعهم ولا عملوا اي حاجه. الشباب دي لو عندي انا هديلها اولا رياده اعمال عشان ازاي تعرف تدير الموضوع بنفسها. زي ما مثلا سما في رجل اعمال في الدقهليه قال اول ما سما بس تخلص انا هجيب لها خط انتاج كامل، هوصله واعمل مؤتمر داخل المركز استكشافي، رجال الاعمال تعالوا شوفوا بقى ايه اللي يناسبك في مجالك وفي تخصصك. فالاتصال بالسهل. بس هو يعني انه ينتج سبوره ذكيه ب 3000 جنيه ده ممكن يتعاقد مع مدرسه انه يعملها كل السبورات الذكيه بالظبط الموجوده، بالظبط تمام هتموله بالبدايه وهو هيشتغل وهيطلع ربح، ومن بدايه الربح هيكمل تاني. تمام يعني هو بس يدرس رياده اعمال ازاي يسوق لبحثه. لما بندرب الباحثين العلميين عندنا زي ما قلت لحضرتك بنديهم بحث علمي اداه قاده مهارات عرض، ازاي يكون مقنع لرجل الاعمال في شغله. يعني انا ازاي هوصله فكرتي بابسط ما يكون ويقتنع بيها.
انا مش عايز اطول على حضرتك، لا بس زي ما اتفضل. قلت لحضرتك في ابحاث غير مكتمله وفي ابحاث قوميه. يعني احنا عندنا كام باحثين قوميين في المركز، في بحث بيعمل السد الذكي، والسد الذكي ده المفروض انه يعمل تحليه ميه وفي نفس الوقت هيوفر كهرباء اكتر من استخدام مصر تمام. يعني، بس ده بحث قومي يعني قوم محتاج البلد اكيد. تقف على رجليها الفتره الجايه وبعدين نقدم البحث. مش عايزه اقول لك ان في بلاد عربيه نزلت للولد المنصوره لبيته من غير ما نعرف، لقيته بتصل بيا ده انا عندي عربي في البيت وعايز ياخد البحث ده وبقى هو حصر التوقيع عليه. لا توقف عن ده، وبدانا وصلناه بالحاكم العسكري في المحافظه فهيوصله تمام. يعني هي العملية فيها خطوات يعني. في ابحاث بعض الاحيان بتكون مكتملة، بس كمان علمه ازاي يسوق لبحثه، ازاي يكون ماركتنج بالنسبة للبحث. لكن في ابحاث تانية رائعة بس عايز تكمل، ما يبقاش فيها ثغرات، لان ايوه. لو رجل اعمال خسر مش هيجي ناحية ابحاث تانية. سما طبعا انتي توصلتي لحاجه جميله جدا، ونتمنى ان شاء الله نشوف البحث بتاعك دوت يشوف النور يعني، ونتمنى كده ان شاء الله نشوف منتج لعلاج سرطان الكبد مكتوب عليه كده اسمك باذن الله. إن شاء الله. لكن قدام العقبات اللي انتي شايفاها والعقبات الماديه وكده، هل ده ما يحسسكيش باليأس او يقلل من عزيمتك، او تقولي طب في النهاية يعني هعمل ايه، ما انا بشتغل وفي النهاية يعني كله حبر على ورق، هل ده ما بيقللش من عزيمتك شوية؟ يمكن في البداية أول ما بدأت كانت فعلا يعني جرعة اليأس أو الإحباط اللي كنت باخدها، لأن كانت المشكلة إن مثلا أنا أوكي ضربت بحث علمي، عملت بحث المفروض إن أنا جه وقت مثلا وقت التجريب إن أنا هعرضه على دكتورز إن أنا عشان أتفاعل معاهم وأتواصل معاهم. كانت المشكلة في البداية إن هما يعني كانت العقبة كانت السن، يعني إن هما مش متقبلين إن ممكن في السن ده حد يعمل كده، رغم إن ممكن في سن أصغر ممكن حد يعمل كده أكيد برضو. أكيد. بس كانت لسه الفكرة ان مفيش تقبل، يعني ايه ان هو يسمع اصلا الفكرة من اي حد مش شرط مني. فكانت بالنسبة لي مشكلة ان انا قعدت فترة طويلة جدا يعني عايزة اوصل الفكرة للناس، يعني انا عندي فكرة مظبوطة صح، فردية كده ان هي صح، طب انا عايزة اجرب ده، طب ليه ما اجربوش؟ فبالتالي ان انا قعدت فترة يعني هو ايه انا محبطة، اللي هو انا عايزة اعمل حاجة وكل يعني في كتير واقف قدامي. بس الحمد لله يعني اللي هو ايه اخدت مناعة اللي هو بقيت كل مثلا جرعة احباط او كل خطوة فيها احباط لا بحولها فاك لاكتر، لقدام اكتر. لاكتر، لان يعني فعلا زي ما قلت لحضرتك في الاول الهدف اللي انا بتكلم عليه اكبر بكتير من جزء مادي، من حاجة وقتية، دي حاجة ان شاء الله مستمرة على طول يعني وانت باذن في الله. راحة ثانوية عامة، ان شاء الله الثانوية العامة مش هتأثر عليكي في البحث، ان شاء الله. انا أو البحث مش هيأثر على الثانوية العامة؟ هو انا ان شاء الله حاليا بسعى ان انا انهي التجريب في فترة الاجازة، او مثلا لا يعني في الجزء البدائي من الدراسة في اول البداية، بس بحيث ان انا ان شاء الله اكمل كويس في ثانوية إن عامة. شاء الله بس تكملي حاليا أسامة برضو مكملة بحث علمي، لان عامة البحث العلمي انا بالنسبة لي ما اعتقدش ان هو بيتعارض مع التعليم خالص. بإذن الله تكملي بحث علمي، وتكملي إن شاء الله في أحسن كلية في الدنيا بإذن الله بعد الثانوية العامة. ان شاء الله. وإحنا بنشكرك جدا، ميرسي. نستأذنكم نطلع لفاصل قصير، نعود بعده بالكثير والكثير. فاصل من بعدين يتواصل، تابعونا. اهلا بكم من جديد، ومن جديد بنرحب بضيوفنا. اهلا بك يا استاذ عبير، أهلا بحضرتك. منورنا يا استاذ. أهلا بحضرتك. استاذ عبير، يعني مراكز البحث العلمي والاستكشاف يعني طبعا ليها دور كبير جدا، مش هنقول في اكتشاف بقى المواهب، لان حضرتك قلت ان المواهب ديت المفروض يعني هي اللي بتجيلكوا جاهزه. ايه الدور اللي بيقوم بيه مركز البحث العلمي او مركز الاستكشاف لما بيجيلها طالب نسبة بحثه أو تفكيره بتكون محدودة، أو النسبة بتاعته بتكون متوسطة، وأيضا لما بيجيلها باحث علمي جاهز؟ وانا عايزه اقول فعلا بيجيلنا كل النوعيه دي موجوده، بس احنا بنتعامل مع مجموعه الطلاب بنسأل الكل، مش شرط يبقى جاهز بحث علمي، مش شرط يبقى حاسس ان هو موهوب، ده احنا بنلمس حته الموهبه فيه وبننميها يعني. تمام. وكمان على فكره احنا يمكن في المراكز الاستكشافيه بنساعده كمان ان هو دراسيا يتفوق، يعني بنتابعه، مفيش عالم بدون علم، اذا ما قدرتش ان انت أكيد. تنظم وقتك وتتفوق دراسيا فما هتبقاش باحث علمي، ولا البحث العلمي ده هيستمر حياتك. لو انت عامل بحث علمي في الطب مش هيتميز او مش هتقدر تكمله الا لما تقدر كمان تتفوق دراسيا وتخش كليه الطب. فعشان كده بنقدم للطلاب عندنا برنامج في المراكز الاكشافيه، وسامع يطبق عليه السنه الجايه، اللي هو برنامج الفول مارك، ازاي تحصل على الدرجه النهائيه. بنبتدي من بدايه بسيطه جدا، ان احنا بنعمل لهم نطلب من اولياء الامور تحليل نسبه الدم،
عشان نشوف نسبة الحديد في الهيموجلوبين، لأن نسبة الحديد دي مرتبطة تماما احنا كمركز التفكير استكشافي عالميين والذكاء بالتركيز، ان هو ازاي يكون مركز أثناء المذاكرة فيحصل على اللي بيذاكره في 4 ساعات في ساعة. أكيد. بنعمل لهم جداول تنظيمية، في جداول مختصة بداية السنة وهكذا. البرنامج ده بنطبقه معاهم وطبقناه مع أحد الطلاب معانا في المركز وحصل على 101% رغم إن هو كان في المستوى الجيد ما شاء يعني. الله. فهو وما بنربطش ده إنك لازم تخش كلية القمة، أنا عايزاك تدخل الكلية اللي تتناسب مع إبداعك. لو كل طالب مصري دخل كلية متناسبة مع جزء الإبداع الداخلي ليه، هو هيخرج من الكلية مبدع. فإحنا هنلاقي مبدعين في مجالات كتير قوي، زي حالة كيرو ما هو في صيدلة وكاره الصيدلة، يمكن هو بيشتغل في صيدلية حاليا بيكره الساعة الصبح انه ازاي رايح الصيدلية. طب كون الصيدلة ازاي دخل وتفوق فيها او انهى المرحلة ديت يعني؟ مجموع مجموع واجبرت عليه الكلية وكمل، حتى ما كانش مكتشف ايه ميوله. النهارده مبدأ في الفيزياء النووية، متواصل داخل المدينة مع دكاترة وشايفين عليه ومنتظرة منه شغل جامد عالي. ان شاء الله باذن الله. يعني حضراتكم برضك بتوجهوا الطلاب اللي بيجوا لكم يعني ازاي ممكن يكون الموهبة بتاعته ديت، لو كانت مثلا في مجال مختلف لا ممكن يتوجه للمجال اللي هو دي كتير يعني، يبدأ فيها. انا عندي عمر في اولى اعدادي السنه دي هو عايز ياخد شهاده هندسه النهارده لانه جاهز، بقول انا جاهز ما شاء لانه الله. فرق في مجال الهندسه. عمر مخط كتير يعني، عامل براءة اختراع في حاجات كتير. كمان كان عندنا الطالب اللي هو والده ووالدته عايزين يدخل طب، او هو متخيل هو داخل كليه قمه طب، لكن اكتشفوا من خلال شغله معانا ان هو واخد مركز اولى بالبحث العلمي في الهندسه، المبدع في الهندسه. فاحنا بنخيرهم بقى، انت عايز يدخل كليه ويطلع دكتور عادي ولا يدخل هندسه وهيبقى مبدع متميز ما بين متميز. زمايله؟ لا، فبنقنع كمان في عندنا محاضرات لاولياء الامور وبيحضروا معانا ورك شوب كتير عشان يشوفوا ولادهم شغالين ازاي واتصالهم جامد بينا يعني. طيب اسمحي لي حضرتك، يعني دلوقتي بتعملوا الحاجات دي كلها طبعا ودي حاجات جميلة، كل دي مش محتاجة ميزانية. هي اكيد محتاجه، بس عارف حتى لما اكون مؤمن احنا كمان حابين مكاننا، حابين نقطه ابداعنا، ما هو عشان كده ما فيش متحملين. ما بس هو لو في ميزانيه بجد هتبقى افضل. ويمكن هقول انا خاطب وزير التربيه والتعليم، انت بتصرف كتير في الانشطه داخل المدرسه وانت عندك مركز استكشافي، بلاش صرف في اتجاهات كتير هي نفس الصرف. أكيد لا، طب وحد يعني، مثلا ممكن المراكز الاستكشافيه هي اللي تقوم تنول بالجزء، المدارس. تقول تكون هي جزء الانشطه اللي بتفاعل مع المدارس، فيبقى عندك محور واحد على الاقل نحاسبه على انتاجه. أكيد يعني الناتج بتاعك ده في الانشطه يبقى احنا فعلنا جزء داخل المدرسه. كان في اقتراحات كتير بقى يعني، احنا عندنا باحثين وقابلهم وزير التربيه والتعليم وجاب صف تحكيم عشان يحاكم على اولادنا، منها الولد اللي هو بتاع السد الذكي ده، جاب صف من المهندسين حكموا عليه عشان يعرف اذا كان هو باحث كويس ولا لا. وبعد ما خلص اداله شهاده ورجعه المدرسه تاني، ودي زعلتني. انا عايز الولد بقى يعني يتحط في مكانه، هو كاره طريقه التعليم العاديه. أكيد فنفسي واتمنى ان يبقى فيه في كل محافظه مدرسه بحثيه لم فيها المتميزين ودرسها بشكل مختلف غير مدرسه ستيم. ستيم انا بطبق عليها برامج امريكيه، لا هنا برامج بحثيه ومع نفس المناهج اللي مش هكلفها كتير، بس المنهج هيقسمه كل مجموعه وكل فريق هيشتغل على مجال من المجالات الموجوده، ونعملها بمجال بحث وننزل دكاتره الجامعه على المدرسه دي. يبقى انا كده على الاقل خدت اللي هم تميزوا واشتغلت عليهم عشان اطلع علماء لبلدي يعني. طيب الأفكار الجميلة اللي موجودة في ذهن حضرتك ديت، هل معقولة ما بتجيش في ذهن السادة المسؤولين؟ هو بس يمكن مشغول المسؤوليات اللي عليه ما مخليه هو يفكر مسؤوليات، في هي المسؤوليات انا إيه؟ ما هي شايفه، مسؤوليات بلد انا يعني. شايفه ان الفتره اللي فاتت انا كمعلمه متابعه وزاره التربيه والتعليم كلها حل مشكلات معلمين يعني، الفلوس الفلوس الفلوس، انا مش شايفه دي المشكله الوحيده يعني. طب افعلوا المهارات اكاديميه المعلم، انا مش شايفه ان اكاديميه المعلم ايوه بدورها خالص يعني. من اللي سمعته مفيش من تفعيل زمايلي يالس. مفيش، يعني الدوره بتتاخد بشكل روتيني والمعلم خارج حب ياخد الماتيريال بتاعه التدريب ما بردوش اديها له، هو انا شغال على الماتيريال لا اديها له. انا ما بيجيني اي حد المركز الاستكشافي والحقيبه اللي انا شغال عليها في البحث العلمي بديها للطالب الماتيريال متاحه لان انا عندي استعداد لتطويرها، وده اللي دخلاني خدت يمكن كمعلمه، شجعني المركز الاستكشافي ان انا باخد ماستر ماجستير في كليه التربيه في مهارات البحث العلمي، فهو طورني انا كمان يعني. انا أكيد متفاعله والولاد فادوني وانا فدتهم. هو بصراحه المركز الاستكشافي شيء لو نظر عليه وزير التربيه والتعليم قايم بمفعول 10 مدارس للمدرسه الواحده يعني زي حضرتك. ما شاء الله. والله احنا نتمنى ان كل الساده المسؤولين يبقى عندهم نفس الـ يعني الـ الاقبال على البحث العلمي زي حضرتك كده والاهتمام بيه، ولو كده ان شاء الله هنشوف يعني اولادنا باذن الله في مراكز احسن إن من شاء كده الله بكتير. بإذن الله. أنا سما يعني انت دلوقتي يعني هتعملي ان شاء الله الاختراع ده او طبقتيه على بعض النماذج وشفتي ان شاء الله ان هو جاب نتيجة يعني كويسة. نتائج ايجابيه كويسه، وقلت ان في اساتذه ودكاتره في الجامعه وقفوا جنبك وكده، هل النواحي الماديه لانك طبعا عشان تشتري
مادة فعالة او تقومي بالابحاث عليها او حاجة زي كده، اكيد محتاجة ماديات كتير يعني. أكيد هل اللي بيتولى تمام. الناحية المادية ديت الوالدين، ولا كان حد ممكن يساعدك ويقف جنبك يعني؟ هو الفكرة في إن أنا الفترة دي لما بدأت أجرب في جامعة المنصورة قدمت ورق بالتجريب الرسمي، يعني تجريب البحث، وقدمت أيضا ورق بالفند أو بالدعم للبحث، لأن التكلفة هتتكلف شوية علشان يعني إيه النتائج بتاعتي تبقى مظبوطة أكيد. مطابقة للمواصفات، ما تبقاش مثلا على جزء محلي أو على مستوى مصر بس، لأ ده هي مطابقة للمواصفات على مستوى العالم، بحيث إن أنا أطبقها يعني في أي مكان. فبالتالي انا حاليا قدمت ورق لجامعة المنصورة والحمد لله تمت الموافقة عليه بالدعم للبحث طب الحمد لله يعني، دي الحمد حاجة لله. جميلة والله من جامعة المنصورة. احنا بنشكر كل القائمين على الجامعة او الموجودين فيها والمسؤولين ان هم وافقوا على حاجة زي كده. يعني بحثك وطريقة تفكيرك، وما شاء الله انت يعني يمكن ربنا سابقة يخليك. سنك في التفكير وكده، هل دوت ما خلاكيش يبقى عندك حلم وطموح ان أكيد طالما في عقبات موجودة في بلدي ان انا يعني البحث دوت اعلنه على الفيسبوك او على اي حاجه من اللي موجوده على النت يعني وكده، واي حد من بره يجي يعرض عليا حاجه زي كده، ومجرد بس ما يشاور لي هروح له على طول واسافر معاه واطلع البحث ده بره؟ هو حاليا، هو انا عايزه اتكلم في حاجه، هو انا حلمي من وانا صغيره ان انا اكون اصغر عالمه على مستوى العالم في مجال الكانسر او في الجزء ده، وعالمه مصريه طالعه من بلدي هنا. مفيش مشكله خالص ان انا يعني انا مش ضد مبدا السفر، ان انا اتعلم بره حاجات كتير انجح في حاجات كتير، لكن في النهايه مرجعي البلدي، في النهايه انا مش هفضل ابني بره بس، لا طب اوكي انا هبني بره، انا مش من بره، انا من هنا. هنا فين؟ ده هنا ليه حق عليا، مصر ليها حق. ما هو يعني ليها حق طبعا يعني، ما بنقولش لا، بس كتير جدا من الطلبة ممكن يفكروا في حاجة زي كده لو لقوا أزمات موجودة عندهم، أكيد زي طبعا، مثلا دكتور زويل ما هو طلع بره بس برضو وفات دكتور بلده. زويل مرجوعه بالظبط، برضو دكتور لبلده، مجدي يعقوب نفس النظام يعني، بيجي بيعمل عمليات مجانية هنا. هي دي نفس الفكرة. هل الحلم ده والطموح إن أنا أوصل الأول وبعد كده الفكرة تطلع وبعد كده هفيد بلدي بطريقتي؟ بإذن الله ان شاء الله يعني دي موجوده عندك باذن الله، الحمد لله. بس طبعا الافضل ان يتم الاكتشاف هنا ويتم يعني تنميه الموهبه ديت هنا. و والله فعلا انا يعني بحاول بقدر الامكان من البحث، وان شاء الله ده اللي مصممه عليه ان هو يطبق هنا في مصر. يعني انا فكره الستيم سيلز الخلايا الجذعيه لما كنت شغاله بيها، انا الفكره مظبوطه جدا، بس للاسف امكانياتها مش موجوده في مصر، امكانياتها بره، فكان سهل جدا ان انا احاول اوفر سفر بره وان انا اوفر سكولر شيب بره بحيث ان انا اجربها بره. لكن لا، فكرت قلت لا اوكي انا ممكن اسيبها شويه بس اشتغل بحاجه اقدر اوفرها هنا، حاجه حتى امكانياتها بسيطه. يعني انا لما بشتغل مثلا على علاج او كده، انا ما بفكرش ان انا اعمل علاج تكلفته مثلا الاف، لا انا عايزه علاج بسيط يعني بيتماشى مع كل الطوائف، يعني لان معلش المشكله احنا في مصر وبالنسبه لسرطان الكبد هو من اكتر السرطانات المنتشره في مصر خاصه في العالم، وأكيد العلاجات بتكون مكلفة مكلفة جدا جدا طبعا. ومش فعالة، ومش فعالة لان احنا بنعالج المريض في المرحلة الاولى والتانية بس من المرض، لكن بالنسبة بعد للمرحلة كده التالتة نسبة والرابعة مفيش. العلاج ضئيل على يعني. فكرة هي كانت حكاية شخصية شوية، لان انا يعني سبب اختياري لسرطان الكبد أنا كنت بالتحديد أسألك عن الموضوع ايون ده أكيد يعني. ان جدي توفى بيه، رحمة الله عليه. فدي كانت المنطلق او دي كانت النقطه ان انا هفكر في الجزء ده اكتر. فانا حسيت بمعاناتها او حسيت بالحكايه، لان المشكله في مصر احنا ما عندناش سياسه الوعي والكشف المبكر والحاجات دي كلها، بالتالي المريض لما بيعرف في الاخر خالص، بالتالي ما بيلحقش نفسه، او اللي هو ما فيش خلاص، بيكون يعني زي ما بيقولوا فات الاوان، انت عديت اول مرحلتين خلاص ما اقدرش اساعدك. وغير كده حتى يعني حتى العلاج اللي موجود هو يعني سواء العلاج الكيميكال او الكيموثيرابي ده مش مسألة وقت مش أكتر، يعني لأن ليه سايد افكت عالية جدا. فبالتالي أنا يعني أنا مجرد إن أنا بسكن الألم أو مجرد إن أنا فعلا مسألة وقت، فلا أنا كنت عايزة حاجة تكلفة بسيطة، حاجة فعالة جدا، حاجة ما تضروش، حاجة تعالجه أوكي، لكن ما تأثرش على حاجة تانية عنده. يعني أنا مش بقولك مسألة وقت أنت هتعيش قد كده، لا هي الأعمار بيد الله، بس فكرة إن أنا أخلي نسبة النجاح عالية، والحمد لله ده إن شاء الله ده اللي بيتطبق في العلاج الجديد، إن شاء الله يطلع بشكل كويس للناس بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. أستاذ عبير، بما إن حضرتك مدير المركز الاستكشاف العلوم والتكنولوجيا في الدقهلية، أكيد تحت إيدين حضرتك يعني معلمين كتير وباحثين وموظفين وكده يعني، هل شايفة حضرتك إن هم قايمين بالدور كما ينبغي في مثلا في رعاية الموهوبين مع عدم وجود الميزانية اللي حضرتك بتتكلم عنها؟
هو المركز الاستكشافي بيستقبل المعلم انتداب مش نقل كامل، اه فبيبقى جاي برغبته. يعني ام هو حتى قبل ما بيدخل مركز استكشافي بيقدم فكرته، هو عايز يقدم ايه داخل مركز استكشافي، هو ام جاي ليه. ام وطبعا احنا بنطلب من كل مشرف داخل المركز الاستكشافي انه بيقدم خطة كل 3 شهور، انت هتعمل ايه في 3 شهور، نفذ ايه وما نفذش ايه، انت حلمك ايه، ما ام بنفرضش عليه حاجة، ام انا عايز اطلع طاقته هو الابداعية. ولما بيشوف نماذج زي سامة وزي الولاد الموجودين في المركز بيحس ان هو في خيال، ام فهو طبيعي الابداع بيولد ابداعي. يعني مش مجرد ان مدرس جاي مرتاح من المدرسة وجاي المركز الاستكشافي كده 3 4 شهور يريح او سنة او وظيفة وخلاص. لا ما ينفعش ده، لان ما ينفعش يشوف طالب مبدع قدامه محتاج له وان هو هيقف يتفرج عليه. حاجه تانية، احنا مش بس المعلمين داخل اللي هم المشرفين داخل المركز استكشافي، لكن عندنا معلمين بتشتغل بشكل تطوعي. يعني في البحث العلمي انا بدرب مرحله اعداديه وثانويه، فعندي مرحله قبل الاعدادي الابتدائي ورياض الاطفال، فاضطريت ان انا ادرب معلمه رياض اطفال على البحث العلمي، ولكن باستخدام اللي هي الملموس، الاستاذه فاطمه حلمي، فابدعت. يعني هي لان هي حابه ابدعت. احنا كان معانا مشترك في المؤتمر الثاني للجامعات نور وفارس في اولى ابتدائي، هم طلعنا بزمايلهم حاليا. حضرتك لو ما شاء قعدت الله. قدام فارس عامل مشروع اسمه وطني بيحلل فيه كل اللي حصل لمصر في اثناء الثوره وايه طرق للحل، ما لما شاء قعد الله مع دكاتره الجامعه برغم فارس سبب كان رائع. سنه يعني، ما شاء الله. فهم يعني لا فيهم دكاتره اعلى. لما اتكلمت سلمى عن العسل وازاي استخدام العسل في العلاج، وجايب انواع العسل الجبلي وبتتكلم عنه، لما نور اتكلمت عن الوجبه الغذائيه الصحيحه في الجامعه وبدات تتكلم عن المواد اللي هي الحافظه الموجوده في الوجبات، وعامله الهمبرجر الطبيعي في البيت وجايباه بتعرضه على الدكاتره في ما شاء الجامعه. الله هنحتاجها دي ان شاء الله. طيب يعني هل المعلمين اللي بيجوا للمركز العلوم والاستكشاف وكده هل بيكونوا بس تخصص علوم وساينس وكده ورياضيات، ولا ممكن اي مدرس ممكن عنده موهبة او حاجة زي كده ممكن؟ ما انا عايزه اقول ان المركز الاستكشافي ماسك كل الانشطه، يعني كل الانشطه. عندنا معلم التربيه الفنيه، لان شايفه ان كمان الطالب لما يجيني مش هديله بحث علمي بس، هو في بعض الاحيان بيحتاج يخرج هوايته. فاحنا داخل المعرض بتاعنا جزء التربيه الفنيه وعلى اعلى مستوى، تمام. وبوصل ما بين اللي هم متميزين قوي في الجامعه بالتربيه الفنيه وبين ولادنا، ويعلموه ازاي ان هو يوصل ويعبر عن نفسه في الشعر في القصه، واخدين مراكز كتير من وزاره الثقافه حتى اللغه العربيه. لو اداله خط كويس ولو نظم خطه هو نظم تفكيره. تمام. فهي مفتوحه لكل التخصصات، ماهيش علوم بس، ولا حتى معرض علوم هندسه احنا بنشارك بابحاث سلوكيه، ابحاث نفسيه، لان فعلا لو العالم مش مرتاح نفسيا ومحلول له مشاكله بشكل كويس هو مش هيقدر ينتج. يعني أكيد أكيد، يعني في حتى تنمية بشرية حاجة زي كده لازم تكون موجودة. تنمية بشرية، أداة قادة، لغة، كل الدورات اللي حضرتك ممكن تتخيلها، ماركتينج، ريادة أعمال، كلها في مركز إحنا نتمنى استكشافي. والله لكل اللي بيتابعونا يسمعوا عن مراكز الاستكشاف والعلوم والتكنولوجيا، علشان اللي عنده أي موهبة ممكن يلتحق بيها، وحتى اللي لسه موهبته في البداية ممكن تنمى في مثل هذه المراكز إن شاء الله. وبيعطي وبياخد، يعني هو بيدرب على الموهبة اللي عنده وكمان بيستفيد من الناس بيستفيد الموجودة. من الناس تانية. تمام. سما طبعا انت زي ما قلنا طالعه ان شاء الله 3 ثانوي، تمام وان شاء الله كده تكوني من الاوائل باذن الله. بإذن انت الله. اكيد علم علوم اه اكيد طبعا ان شاء الله. إن شاء الله. هل طموحك انك يعني تدخلي كليه من كليات القمه زي كليه الطب ان شاء الله، او صيدله او طب اسنان او حاجه زي كده، ولا ما تفرقش الكليه ما دمت ان انا ماشيه مبدأ في واحدة الخط بتاع البحث العلمي؟ هقول لحضرتك حاجة. أنا قبل ما أبدأ بحث علمي، يعني اللي هو سماء في التعليم، كان طموحي أو الفكرة إن أنا أوكي إن شاء الله أخش كلية طب، بس دايما كانت فكرتي إن أنا مش عايزة أكون زي أي دكتورة موجودة، يعني مش عايزة أكون مجرد رقم، يعني أضاف للعدد اللي موجود، لا أنا عايزة أعمل حاجة جديدة. بس كانت الفكرة إن أنا إيه، ما كانش عندي الوعي الكامل إن أنا ممكن أبدأ بحث علمي في سن صغير أو في سن ما قبل جامعي. بعد ما دخلت البحث العلمي اوكي ناويه ان شاء الله برضه على كليه طب، بس اللي هو بشكل اكبر، يعني بنطاق اوسع، التفكير او الهدف اكبر بكتير، ان انا يعني مش فعلا بس مش هكون دكتوره بس عاديه، او ان انا نطاقي بسيط على مستوى محافظتي على مستوى مصر، لا ده ان شاء الله على مستوى العالم كله، ان إن انا شاء الله انشر علمي، انشر الفكر اللي عندي، ابحاثي، وفي الاخر برضو اقول ان هي مصريه. إن شاء الله طبعا إن ده شاء في الله الأساس أكيد يعني. إن بإذن شاء الله الله. احنا نتمنى والله كل اللي عندهم موهبة في مصر يرفعوا راية مصر خفاقة عالية في كل المحافل الدولية إن شاء الله. طبعا بيجي لحضرتك يا أستاذ عبير يعني أبحاث كتيرة جدا، وبتعرض على يعني السادة اللي موجودين في مراكز الاستكشاف. إيه أحسن بحث أو أحسن أبحاث جات لحضرتك من خلال الطلبة والباحثين اللي موجودين عند حضرتك؟
هو مش عايزه اقول ان في بحث حلو وبحث لا لا، الحاجة اللي شفتها معاك هقول انها مميزة ما قوي. انا هقول لحضرتك في بحث بيتم في سنه وفي بحث بيحتاج ل10 سنين. يعني مثلا كان من الابحاث الموجوده عندي في المركز حضرتك بعيده شويه، اللي كان طالب مغرم بالنووي، والنووي في مصر مش متاح بقدر، تمام. لا اعمل ايقاف للقنبله النوويه ب3 طرق إيقاف للقنبلة في النووية الجو قبل ما تنزل، ما شاء الله. فكده بيلغي القصه الوهم اللي هو القنبله النوويه. طبعا خيب، لكن الولد حابب الشغل النووي ده، اشتغل واشتغلنا معاه، قعد معانا، يمكن هو بدأ مدونه صغيره كده، لو حضرتك شوف عدد المدونات اللي عنده دلوقتي كبير. ما شاء الله. يعني فجيت ادخل بيه جامعه المنصوره، قسم الفيزياء النوويه مش مكتمل عندنا في جامعه المنصوره. الولد عنده شغف بالموضوع غير عادي، وعامل معادلات وشغال عليها، وانا يعني انا بشغله في مركز استكشافي، يعني بيحدد 3 أرباع خطوات البحث العلمي بيتم عندي. انا ما بشوفش اكاديميا ان انا مثلا مختصة بالنووي، لا انا بحافظ على دوري انا كمشرف مهارات بحث علمي، حدد المشكله، طب خليك في الخلفيه البحثيه هنا، لا انت لسه محتاج زياده كمان كده، وبسمع منه هو بيفيد زمايله وبيعمل عدل قدام زمايله رغم اختلافات تخصصهم وبيفيدوا بعض. طلعت بيه جامعه اسكندريه ودخلت قسم الفيزياء النوويه واستقبلوه، بدا يبص لشغل الولد بهره بيه جدا، بدأوا يعملوا له، طبعا ما فيش نووي للتجريب، لكن وروا له الكادميوم، وروا له الاجهزه اللي المفروض ان هو يشتغل عليها، طبعا سعادته كانت عاليه جدا. بدأوا يعملوا له زي حسابات المعادلات، وجدوا ان 70% من المعادلات بتاعته صحيحه، ما شاء الله. يعني هو ماشي على نفس النمط وعلى نفس الطريق. بس هو حاليا كان في ثانويه عامه السنه دي، المفروض ان هو بقى توقف أكيد هيتخصص علشان في الفيزياء، او هيتخصص، إن ما شاء الله. بيتوقفش تماما، لان احنا بنعمل لهم برضو البحث، ما بيقدروش يبعدوا عنه على أكيد فكره، طبعا البحث طبعا، العلمي عندهم حاجه هو كده. بيساعده في الدراسة أكيد برضه. لان هو ما البحث العلمي هو نفسه دراسة، أكيد. عشان اجيب المعلومات من الانترنت واستخلص اللي انا عايزاه، بس انا كده بستخلص المعلومة من الكتاب صح، عشان اعبر عن فكرتي اللي انا شغال عليها شهرين في 10 دقايق بس تعبير صحيح، يبقى انا هحطه اجابة صحيحة في الامتحان بشكل صح، المدرس مش شايف ودور معايا كتير. أكيد طبعا. فانا بقول ان هم يعني الاولاد رائعين في ابحاثهم، بس طبعا في اللي بيخلص زي سنة كده يمكن انتجت بسرعة، لان هي اتجهت لجزء النبات، واستخلصنا مع الدكتور محمد ثروت مركز البحوث الجزء من النبات وطبقناها على طول، دخلنا الدكتور احمد فرحات وطبقنا على فطريات الكانسر. والجزء فهنا النبات. بدات يعني رغم انها سنه بقول انها سريعه. زي في علي الجيار برضو كان شغله سريع، اللي هو عمل شبكه هندسيه لترشيد استهلاك الميه، الفاتوره بقت التلت، ومنها دخل النهارده ان هو بينتج فلتر بشكل جديد طبيعي خالص من نبات، فده برضو انتج بسرعه. لكن في عندي مثلا شغال عايز اعمل صاروخ يطلع بيه القمر، ولكن بمفاعل نووي بسرعه تفوق سرعه الضوء، ده شغال براحته بقى، واخد وقته زهير. فيعني ولادنا ما فيهم شاء اللي الله، بياخد وقت طويل وفيهم اللي حاجات جميلة والله إن احنا نلاقي الفكر دوت موجود عندنا في مصر في شبابنا يعني، وطبعا شبابنا كله أمل وطموح، وإن شاء الله يعني المستقبل بيهم هيكون أفضل بكتير. ان شاء الله. لكن في المجال ده بالتحديد، المجال النووي واختراع صاروخ يوصل للقمر، هل ما بتلاقوش حضراتكم صعوبات أمنية بتواجهكم على أساس استكمال الأبحاث ديت؟ يعني مثلا طبعا المجال فيه خطورة، يعني كون ان انا اوقف قنبله نوويه او افكر في حاجه زي كده واتم بمعادلات وحاجه زي كده، ما هو ممكن استخدامها استخدام سيء يضر بالبلد. هل ده قدام الباحث الصغير هل بتبقى مشكله امنيه انه بيلاقي عقبات او تحريات او حاجه زي كده ممكن بتقلقه وتوقفه، او اهله في البيت يقولوا لا 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 ما تدخلناش في المجال ده، خليك في الفول والطعميه سيبك من النووي وكده يعني؟ حصلت معانا. اكيد انا بسال عشان كده يعني. لا يمكن البحث، هم دول لسه اللي شغال في النووي ده بياخد وقت طويل، هو بيتعلم لسه دلوقتي بيتعلم، لكن البحث فعلا اللي كان عمل معانا ده، يعني كان فيه معانا ولد دلوقتي حاليا هو في ثالثه اعدادي ما شاء الله. مغرم بالطيارات الشبح، مغرم لدرجه انه بيقعد معانا يسرح في الموضوع، وشغال عليها بانتاج جامد جدا. هو عامل رادار لاكتشاف الطياره الشبح، وعامل طياره شبح تتخطي الرادار ده، ما شاء الله. يعني هو، يعني الاثنين. فطبعا الولد ده عنده شغف رهيب جدا. فوصلناه بالحاكم العسكري ومنه للواء في الجيش، قعد معاه وناقشه في البحث تماما، واخد شغله كله ودخله المكتب الرئاسه والجيش بيتابعه. فاحنا الجزء الامني ده لما بنحس الموضوع هنا، حتى الرؤساء في العمل في الاهليه مش في المراكز الاستكشافيه بقى، في وزاره التربيه والتعليم، احرقوا الورق ده، احنا مالناش دعوه، ايه ده بحث علمي، ده شغل طالب، يعني عندهم رهبه، انت بيشتغل في حاجه تانيه سيبه ده خالص، في امن في، وليه ما ده يفيد البلد يعني، ايوه. لو فاحنا تم عملنا استثماره واستغلاله ده الفرق لصالح بقى، البلد يبقى دي حاجة ده طفرة الفرق بين يعني. المركز الاستكشافي اللي هو بيفكر بشكل ابداعي وبين اي حد قاعد على الكرسي. أكيد طبعا. وصلنا بالجيش، والولد حاليا تحت التدريبات معاهم إن شاء الله ربنا يكرم كده ويطلع من مصر كده يا حاجة رب. كبيرة إن شاء الله، نتمنى يعني بإذن الله. وأسامة يعني إحنا نتمنى إن شاء الله إن أنت تكوني كده يعني حاجة فعلا كله يسمع عنها ويفرح بيها، آمين.
لكن اكيد في تشجيع من الوالدين في البيت، أكيد جدا. واكيد برضك في دور في المدرسة. قولي لي كده دور الوالدين في البيت، ربنا يخليهم لك يعني، يا رب. ودور المدرسة هل هو كان دور إيجابي ولا دور سلبي؟ يعني دور المدرسة من خلال أصحابك أنت هتعمل لنا بقى فيها مخترع علاج إيه وبتاع إيه، أيوه سيبك ما يعني كده، ودور برضك المدرسين هل في منهم فعلا اللي واقف جنبك وبيشجعك ولا الموضوع مش فارق معاك؟ نبدأ الأول بدور البيت. أكيد طبعا طبعا. دور البيت كبير جدا جدا جدا، ويمكن هما يعني مع ميس عبير الجندي المجهول ورايا. فبجد بجد يعني في تشجيع كبير جدا من ماما وبابا واهلي بشكل عام، يعني مرحبين جدا بالموضوع. مجرد بس ما ابقى محبطه، ابقى متضايقه، حاسه بعقبات كتير قدامي، لا كملي كملي طريقك، بصي للنتيجه ان شاء الله لا توصلي لها في الاخر، انت هدفك كبير، انت الامل اللي بتدوريه اكبر، ما تيأسيش ما تخافيش. بجد كان يعني يدوني دفعه امل كبيره جدا، يمكن حتى ماما لسه مكلماني قبل ما اجي. ما شاء الله ربنا يخليهم. تمام. نيجي بقى تاني لدور المدرسه. يمكن المدرسة في البداية ما كانتش ليها دور، أو اللي هي ما فيش فكرة، يعني فكرة البحث العلمي فيها مش منتشرة. يمكن ما أعتقدش إن في مدرستي اشتغل بحث علمي إلا طالبة أو طالبتين، فبالتالي أنا يعني كنت حاسة إن الموضوع فيه عبء أو متضايقة منه. هو مش مؤثر عليا، يعني إن أنا كده كده طبيعي شغالة بحث علمي مثلا في المركز الاستكشافي، خلاص يعني بالنسبة لي أنا شغالة. بس كان بالنسبة لي اللي هو أنا نفسي أغير في مدرستي، يعني نفسي المكان اللي أكون فيه يكون فعال جدا، يكون زي ما أنا بشتغل هو بيشتغل، لأن أنا حابة يعني أنا يمكن دي حتة اتعلمتها أو هي زادت فيا، إن أنا بدام عندي علم أنشره وما أقلقش منه، يعني إن أنا إيه تخافيش إن حد ياخد منك الفكرة يسرقها حاجة مظبوط. زي كده يعني. وغير كده ان انا مثلا مادام انا بحب البحث العلمي هحبب كل اللي حواليا في البحث العلمي، لان انا مؤمنه جدا بفكره ان اللي بيحب حاجه جدا يعني بقدر اوصلها للي قدامي على قدر حبي وايماني بيها. فكنت دايما بعمل مبادرات، حتى انا عامله حاليا مبادره اسمها ابني حلمك، معانا مجموعه من الباحثين اللي لسه يعني معظمهم اللي هو بعد تالته اعدادي عايز يبدا بحث علمي، فلسه مش عارف هيبدا ازاي هيعمل ايه. ف يعني كنت انا ومس عبير بندرب معاهم على البحث العلمي، واللي هو يعني انا كانت اول ايفنت او اول بدايه المبادره معاهم ان انا بتكلم ازاي تبني حلمك، ازاي تحط قواعد صح للحلم بتاعك، ازاي يعني تبقى ماشي على اسس واضحه، اسس مظبوطه، بحيث ان انت في النهايه هتوصل، ما تبقاش مثلا ماشي في طريق انت ما انتش عارف هتوصل لايه، او ما تبقاش محدد انت هتقابل ايه. لان يعني اتكلمت معاهم في كل حاجه، اتكلمت ايه اللي هيواجهك في الطريق ده. بالفعل ما كانش ده بس على مستوى الشباب اللي انا جمعتهم او الباحثين اللي هم لسه مبتدئين اللي هم عايزين بحث علمي، لا ده انا اتكلمت كمان مع مجموعة كبيرة من مدرستي اللي هم لسه مش في البحث العلمي اصلا، او ما عندهمش نية يدخلوا البحث العلمي. بتلاقي استجابة وصادة كده من زمايلك اكيد في زميلاتك يعني وكده؟ البداية يعني مثلا مجرد بس ما انا لسه هتكلم اكيد في اللي هو ايه عندهم اللي هو فكرة ان انا هسمع من هنا خارج من هنا مش هستفاد، في كده واكيد وفي كده. ده في البداية. بس بجد الحمد لله الحمد لله مفيش حد بقعد اتكلم معاه او اتكلم معاه في البحث العلمي الا لما بنجذبه للبحث العلمي بجد، لان البحث العلمي شيق جدا، يعني الانسان بطبيعته بيميل للحاجة اللي تجذبه. فهو الفكرة بس انا بوصلها له ازاي، ما هو انا مش هدخل اقول له بص انت هتجيب بقى نظريات كبيرة وحاجات مكلكعة وهتعمل وهتبص انت هتقابلك حاجات فظيعة، انت لا حاول ما اقدرش، تبسط لهم لا الامر هبسط يعني. لك الموضوع، انت هتعمل كذا كذا كذا، انت عايز تعمل ايه في البدايه خالص. اول سؤال بساله انت حلمك ايه، انت عايز تعمل ايه. تحديد الانسان الحلم هو مظبوط اول الطريق ده اول للوصول الطريق. لتحقيقه يعني. يعني انا دايما الشعار بتاعي لو بطلنا نحلم نموت. جميل والله، ان شاء الله مش هنبطل نحلم وان شاء الله مش ان هنموت الا شاء واحنا الله. محققين كل احلامنا. طب وبالنسبه للمدرسين في المدرسه يعني هل بتلاقي تشجيع؟ اكيد يعني المدرسين اللي عرفوا ان انا شغاله بحث علمي في الحمد لله مجموعه منهم مشجعيني، وفي مجموعه تانية طبعا مش متقبله فكره البحث العلمي لسه. بس يعني والله يعني الحمد لله الحمد لله، يعني مره على مره اللي هو ايه بيبدا العدد يزيد، بيبدا قدره يعني استيعاب المدرس او الطالب على ان هو يتاقلم مع البحث العلمي، او ازاي يحول التعليم العادي لبحث علمي، وازاي يفكر بمنهجيه صح، ازاي يعني يوصل للحاجه حتى لو انت في التعليم. انا يعني انا شايفه ان البحث العلمي في كل مجالات الحياه لو كلنا فكرنا بمنهجيه مظبوطه هنوصل باذن الله إن شاء الله هنوصل باذن بإذن الله. الله. ونهاية كل حلقة بنحاول نسأل سؤال للضيوف، مين يعدل الصورة؟ إذا هنعدل كانت الصورة الصورة إن شاء مقلوبة الله. يعني في مجال البحث العلمي وقدام الكتير جدا من الباحثين، شايفة حضرتك مين يقدر يعدل الصورة؟ يعدل الصورة إن احنا وزارات كتير بنشتغل على نفس الخامة هما الشباب،
لكن بنشتغل بشكل منفصل فردي في فردي. الفرق. فين فرق العمل؟ السنة اللي فاتت قالوا وزارات بالأسوار، وكان أول من بدر دخل المبادرة دي كانت المراكز الاكتشافية. كنت بستقبل وزارة الشباب بكل طلابها وبتعامل معاهم أكتر من وزارة التربية والتعليم رغم إنهم ما يخصنيش. كنت بفتح لهم يوم الأجازة، يعني يوم الأجازة بتاعت المركز بضطر أفتح المكان عشان أستقبلهم. فعايزين فعلا وزارات بالأسوار كلنا نشتغل في خطة كلنا مع بعض، إن إحنا بنشتغل على الخامة اللي هي الشباب اللي إحنا عايزين نوصله إنه يبقى قمة علمية أو قمة خلقية أو قمة في المبادئ. فبلاش نشتغل بمعزل عن بعض. يعني مثلا لما حاولت ان انا اتكلم مع وزاره الشباب انهم قال لك لا، طب احنا ممكن ناخد الطالب بس ملناش دعوه بالمعلم، له وزاره لوحده. فيعني لا ان تقسيمه شاء الله كده، هنعمل التواصل دوت، واحنا تقسيمه كده. في قوافل تعليميه احنا عاملينها ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الشباب ووزاره الطيران، كمان بتوفر لنا نتواصل. الطيران والمواصلات وكده. وسما في نهايه الحلقه بنقول لك مين يعدل الصوره؟ هنعدل الصوره احنا باذن الله، الشباب نفسه. باذن الله. بنشكركم جدا، وان شاء الله الصوره هتتعدل باذن الله بشبابنا وبالقائمين على هؤلاء الشباب واللي بيعملوا باخلاص. في نهايه هذه الحلقه نشكر الاستاذه عبير العراقي، شكرا شكرا جدا لحضرتك، لحضرتك. بنشكر كمان سما اللي كانت منورانا النهارده، وان شاء الله نشوفك شكرا حاجه لحضرتك، كبيره كده في مصر بإذن تفرح الله، بيها مصر ويفرح بيها كل المصريين. إن شاء في الله، نهايه الحلقه بنشكر الساده المشاهدين اللي تابعونا. دمتم في امان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مدرستنا يا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمنا